دراسة جديدة تقول إن العلاج الجيني يحميك من فقدان البصر، وتشير هذه الدراسة إلى مصدرها أو مصدرها بريطانيا، نشرت على موقع ويب ميد، أهمية العلاج الجيني في تحسين البصر لدى المرضى المكفوفين المهددين بالعمى التام. طيب، هذه التقنية التي ما زالت في مرحلة التجارب توقف موت المزيد من الخلايا وتساعد على التجدد وإعادة تصليحها مجددا، علما أن الباحثين وجدوا أن العلاج الجيني لم يوقف المرض، إنما أعاد إلى الحياة بعض الخلايا الميتة وحسن رؤية المرضى. إذن خلينا نتعرف على حقائق هذا العلاج الجيني عموما وما هي مميزاته. لو نبغى نفصلها بشكل أدق، حنقول إنه يعني هناك في نظرة شاملة حول تقنية العلاج الجيني وخصائصه، طبعا بحسب موقع مايو كلينيك. بداية، ينطوي هذا العلاج الجيني على تعديل الجينات داخل خلايا الجسم في جهود تهدف إلى علاج المرض أو حتى إيقافه. تحتوي الجينات على الحمض النووي، وهو يعتبر كشفيرة التي تتحكم بشكل الجسم ووظيفته، ويمكن أن تتسبب الجينات التي لا تقوم بوظيفتها بشكل صحيح بحدوث هذا المرض. ويستبدل العلاج الجيني جينيا معيبا أو يضيف جينا جديد في محاولة علاج المرض أو حتى تحسين قدرة الجسم على محاربة المرض أيضا. ويبشر العلاج الجيني بعلاج ناطق أو واسع في الأمراض السرطانية وأيضا تليفات كيسية وأمراض القلب وداء السكري والناعور والإيدز. لا يزال الباحثون يدرسون كيفية استخدام العلاج بهذا العلاج الجيني وأيضا توقيت استخدامه في الوقت المناسب. وحاليا يتوفر العلاج الجيني في الولايات المتحدة، يتوفر كجزء من التجارب السريرية فقط. حتى نتكلم عن هذا العلاج وما توصل إليه وكيف يمكن الاستفادة منه، ينضم إلينا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور وسيم الطرودي. أهلا وسهلا بك دكتور وسيم. يعني علاج هو بحد ذاته مبصر للنور، وقد يكون يعني زي بارقة أمل لكثير من الناس، لكن خلينا نتكلم في البداية عن العلاج الجيني اللي يعني طرح في غطاء كبير في الأوساط الطبية، وتحديدا لما نبغى نقول عن مشاكل البصر. خلينا نعرف يعني ما سبب هذا الاهتمام. طبعا رؤى سبب الاهتمام بمجال البصر بالذات انه احنا عندنا بالجسم تقريبا 1500 خلل جيني ممكن يصيب الجسم، 500 منهم ممكن يصيبوا العين، فبالتالي البصر هو عضو يعني بيصاب بموضوع الامراض الجينيه، فالعلاج الجيني لموضوع البصر هو علاج جدا مهم، مشان هيك في تركيز عليه كثير بالذات بالفتره الاخيره، وفي عندنا اختراقات علميه او تطور علمي كبير ضمن هذا المجال. اما العلاج الجيني بحد ذاته او الهندسه الجينيه بشكل عام فهي مش جديده، هي قديمه، وبحب اذكر هون مثالين عن الموضوع، مثال قديم ومثال جديد منشان نشوف اللغط او الاختلافات بالاراء اللي دايره حولنا. القديم هو موضوع اذا بتتذكروا الخروف دولي قديما، صحيح، صار فيه الاستنساخ. فانه نستنسخ من الجينوم الكامل، نستنسخ عضو او كائن اخر مطابق للكائن الاصلي. هون برايي القلق مبرر بشكل كبير. اما اليوم نحن عايشين من سنتين وفق جائحه كورونا، وفي عندنا كثير لغط حول اللقاحات. جزء كبير من لقاحات فيروس كورونا بيعتمد نفس المبدأ العلاج الجيني، ألا وهو عبارة عن فيروس مضاعف بيصيب جسم الإنسان ما بيسبب له ضرر، غالبا من زمرة الأدينو فيروسز اسمها. هاي الفيروسات منحمل عليها شيفرة معينة، إما جين كامل أو رسالة للخلايا بالجسم. هاي الفيروسات بتصيب الجسم، هاي الرسالة بتدخل للخلايا اللي هي المصنع، بتصير تصنع جزء من البروتينات الشوكية لفيروس كورونا وبتنطرح بجسم عن طريق الدم، بالتالي الدم بيشكل أضداد لها. دكتور، تماما هذا هو مبدأ العلاج الجيني. جميل. طيب، هنا نبغى نتكلم عن ما بين الدراسة البريطانية الجديدة اللي تقول إنه العلاج الجيني يساعد على الحماية من فقدان البصر أو إنها تساعد في إعادة البصر لمن فقده. يعني إيش الفرق بيناتهم وما رأيك في هذا الموضوع؟ هل العلاج الجيني قادر على الحالتين؟ بالنسبة للمراحل الحالية نحن بعدنا مراحل علاج الأمراض.
نشخص المرض، بالذات العلاج اللي بدأ حاليا صار أبعد من التجارب السريرية بصراحة، هو علاج مرض عند الأطفال اسمه ليبرز كونجينيتال أمروزز، اللي هو عمى ليبرز. في عنا خلل بجينين عند الأطفال، هذول الجينين بيجوا من الأب والأم، لما يجتمعوا بيظهر خلل بمستقبلات الشبكية الضوئية، وبالتالي بيصير عمى مبكر عند الأطفال. نحن قادرين اليوم عن طريق حقن هذا الفيروس تحت الشبكة تبديل هذا الجين بجين سليم بيصنع البروتين الطبيعي للخلايا المستقبل الضوئية بالشبكة، وبالتالي نحسن النظر عندهم. طبعا نحن لما عم نحكي عن تحسين نظر مش عم نحكي عن شفاء كامل، مثل ما تفضلتي بالتقرير هو إما مقاومة الجسم لهذا المرض أو تحسين جزئي بالنظر، لكن نحن لما نحكي عن شخص عنده عمى يتحسن ويصير يقوم بوظائفه اليومية فهذا يعتبر إنجاز كثير كبير، وهي بداية الطريق. أما المستقبل لو 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 حكينا إيه ممكن نصير العلاج الجيني يقدر يحمي الأشخاص من الإصابة بالأمراض عن طريق تحليل الجينوم البشري، وبتخيل يمكن بالمستقبل حيصير هو شيء روتيني عند كل الناس. نعمل تحليل جيني لكل الناس وبنعرف وين هو الخلل بالجينات عندهم، وممكن بعلاج هذا الخلل الجيني انه نحمي المريض قبل ما يظهر اعراض المرض عليه حتى. دكتور يعني ححاول اني يعني اسالك كل الاسئله اللي ممكن تخطر على بال المهتمين والمشاهدين. يعني بنعرف انه مرضى السكري من اكثر الناس اللي ممكن تتاثر عندهم، يعني يتاثر عندهم البصر، كذلك لمن يصاب بجلطه في العين وغيرها بيفقدوا البصر. هل هذا النوع من العلاجات الجينية ممكن يساعد في تحسين الرؤية؟ العلاج الجيني نحن ممكن نحكي بأشياء علاجات أخرى باللي تفضلتي فيها، هي الإصابات الناجمة عن الأمراض الجهازية اللي بتظهر بالعين. هي ليست عبارة عن خلل جيني بالعين نفسها، هي عبارة عن تظاهرات لأمراض جهازية أدت أنه تأذي العين إما بالعصب أو بالشبكية. هون في عنا علاجات مختلفة بتساعد المرضى كتير، وفي علاجات عن طريق شيء نسميه الستم سيلز أو الخلايا الجذعية أو المنشأ. لسه علاجات بمرحلة التجريب نعم، لكنه كمان واعدي عن طريق إعادة ترميم الضرر الحاصل بالعضو السليم. أما العلاج الجيني فهو موجه بالأساس، هذا العضو عنده خلل جيني عم يعطي مواد بروتينية أو مستقبلات ضوئية غير سليمة عم بتأدي لحدوث ضرر وعدم القدرة على الرؤية. فالعلاجين هون شوي منفصلين بيكون. منفصلين. فالعلاج الجيني ممكن يتوجه لمرض السكر بشكل عام أو لمرض السكر بالذات النمط الأول، أي ممكن يساعدنا بالمستقبل، لكن نحن هون كمان عم نحكي عن شوي أمراض تختلف. بيضل مرض السكر هو مرض مزمن إحنا قادرين نتعايش معه ونعالجه بالأدوية، لكن بعض الأمراض العينية الجينية هي أمراض تؤدي للعمى ونحن مش قادرين نعالجها. فالعلاج الجيني بهي المراحل للأمراض العينية هو جدا مهم، وبتخيل أهميته حتكون مثل أهمية اختراع الصادات الحيوية بالحرب العالمية الثانية اللي غير. طيب دكتور يعني بالعالم يعني هي في شغلة جدا مهمة، هذه الأشياء اللي بنسمع عنها بيصير في بريطانيا في الولايات المتحدة وغيرها في أمريكا، لكن متى يصبح يعني أو تصل إلى الدول العربية ونقدر إنه إحنا نعالج به، ومتى يكون هذا العلاج ناجح 100% وما تكون حوالينه أي شكوك طبية أو حتى علمية؟ يعني خلينا نحكي بالمطلق ما في أي علاج طبي هو ناجح أو آمن 100%، لكن في علاجات طبية بتحقق لنا قفزات نوعية على طريق الوصول إلى شبه الكمال بالمعالجة، إنه نكون كاملين وبدون مضاعفات أو بدون اختلاطات. الخبر الجيد أنه نحن كان المفروض بدولة الإمارات أنه يبدأ هذا العلاج الجيني لأمراض ليبرز كونجينيتال أمروزز قبل جائحة كورونا. اللي أخر الموضوع هو جائحة كورونا بصراحة. بتخيل خلال السنة القادمة هذا الموضوع رح يرجع ورح تبدأ هاي المعالجة الجينية عندنا هون بدولة الإمارات. نعم بإذن الله. نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار استشاري وجراحة العيون الدكتور وسيم الطرودي، شكرا جزيلا لك.